السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد. وأخيرا بعد 4 أشهر هنبدأ السيناريو التاني. السيناريو الأولاني اللي احنا كنا بنتحرك فيه وبتاع وبنستكشف الخريطة، السيناريو ده هيبقى عن الاقتصاد، عن الإيكونومي. الإيكونومي اللي هي عبارة عن الموارد اللي معانا، اللي احنا الموارد اللي هي عبارة عن 4 حاجات: الود والفود والجولد والستون. بالموارد دي احنا بنعمل الجنود بقى، وبنعمل المباني، وبنطور الحاجات وكده. هو السيناريو ده هيورينا ازاي بنجمع الحاجات دي. الفيليجرز هما الجنود اللي احنا بنجمع بيهم الحاجات دي، دول العمال يعني، او العبيد بتوعنا. واحنا هنبدأ بواحد تقريبا وهنشوف يعني. انا هسيب الراجل يتكلم، بعد كده انا بعد ما يخلص هتكلم انا عشان ما يقعدش يقاطعني. An army marches on its stomach, or so the old saying goes. My clansmen have been farming and tending sheep for hundreds of years, but gathering enough food to feed an army is a different matter entirely. Without a strong economy, the meager forces that we've cobbled together will collapse again. اوكي، المهمة بتاع السيناريو ده اللي احنا هنجمع 50 فود و50 وود و50 جولد. احنا بنشوف الحاجات اللي معانا هنا فوق، دي علامة الود، ودي علامة الفود، ودي علامة الجولد، ودي علامة الستون. واحنا مش عايزين ستون في الاوبجكتيفز، احنا عايزين بس فود وود وجولد. يلا بينا نشوف. To support the Scottish army, you'll need to build up your stockpile of resources. To win, gather 50 food, 50 wood, and 50 gold. To gather food from the forage bush, click a villager. El villager aho. Then, right-click the forage bush near the blue flag. ودي الفورج بوش. In the status area at the bottom of the screen, you can see how much food the villager is carrying. The villager continues to gather from the forage bush until he's carrying 10 food. اوكي، احنا منطقيا من غير ما نعرف اي حاجه منين ممكن نلم الفود. The villager will continue working for you, carrying the food to the town center. نلمه من الغزلان، نلمه من التوت، نلم الخشب من الشجر، نلم الذهب من الحاجات الصخرة. الذهب ده منطقيا يعني هو ده الفيليجر. هندوس عليه زي ما احنا كنا بنعمل سيلكت للجنود المرة اللي فاتت، ونخليه يلم البيريز فورش بوش او البيريز زي ما هو عايز. احنا لو دوسنا على البيريز هنشوف هي فيها قد ايه فود. فورج بوش 125، والدير فيها 140. الدير فيها فود اكتر، والفود بتاعها بيتلم اسرع، والفيلجر بيشيل اكتر. هتفهم اللي انا قصدي عليه دلوقتي لما ناخد الفيلجر كده وندوس رايت كليك على الفورج بوش. رايت كليك هتخليه يروح يلم. ده ناس كسبت الحلو اهو، بيميل وبيلم. هنشوف تحت لو احنا دايسين على الفيلجر، لو احنا عاملين له سيلكت ما تدوسش في حته تانية، اعمل سيلكت للفيلجر. هتشوف تحت هو بيحمل الفود، اول ما يلم 10 هيرجع للتاون سنتر يسيب ال10 اللي في ايديه. وهنشوف هنا 10 جديده زادت اهو، رايح اهو اوتوماتيك. بعد كده بيرجع تاني يلم 10 تانيين. The amount of food you have is shown in the upper left corner of the screen. In addition to your food stockpile, you can see your current wood, gold, and stone stockpiles. بالنسبة للغزالة، the more villagers you have, the faster you can gather resources. Assign your new villagers to gather food. بالنسبة للغزالة، هما بيلموا الفيلجرز، بيلموا من الغزالة أسرع. يعني زي ما هو بيحمل 10 هنا، هو بيحمل 10 هنا اسرع.
زائد كمان هو ما بيشيلش 10 بس، هو بيشيل 35، فبدل ما يروح ياخد 10 ويرجع يجيب 10 ويرجع يجيب 10 ويرجع، ممكن يروح يجيب 35 ويرجع 35 ويرجع، كده خلصنا أسرع بدل ما يقعد يضيع وقت في المشي. برضو منطقيا يعني لما انت تشتغل بعمال اكتر هتلم برضو اسرع، بدل ما نخلي كل واحد يلم يروح 5 مرات في كل اتجاه مع البيريز مع الجولد مع الود، احنا ممكن نخليهم كلهم يروحوا مرة واحدة في حتة واحدة، مرة واحدة في حتة واحدة، مرة واحدة في حتة واحدة، هتبقى اسرع. تعالى نبدأ بالغزالة، نعمل سيلكت ليهم كلهم زي ما عملنا الفيديو اللي فات كده، وندوس على الغزالة. احنا ممكن مش لازم نستنى لحد ما يلموا ال35 كلها، مش لازم نستنى ال35 كلها، احنا ممكن نخليهم يمشوا كده، ممكن نخليهم يرجعوا تاني يكملوا، يمشوا يكملوا، ممكن نخليهم يسيبوا اللي في ايديهم، هو معاهم 5 دلوقتي، نخليهم يرجعوا ندوس كده ونخليهم يسيبوا، بس احنا مش عايزين كده، احنا عايزين 40 فود، هما 5 40 على 5 يبقى 8 كل واحد، نستناهم كده لحد ما يجمعوا 8 او نستنى 10، بس هما يقدروا يشيلوا اكتر من 10 لان مع الغزالة يقدروا يشيلوا 35، شايفها شايفين زاد عن 10 اهو، ونرجعهم بقى خلاص كفاية كده، كده هنجمع اكتر من 50 واحنا عايزين 50 بس. بس 70 كمان اهو. Also gather 50 wood and 50 gold. الخشب to gather wood, click a villager, then right click a tree. Right click a tree. الشجر فيه 100 wood بس. بس هو فيه بقى شجر كتير أوي زي ما انتوا شايفين كده يعني. ال wood ده يعتبر أهم ريسورس. You haven't found any gold yet. Search in the unexplored. جمعنا 50 اهو. Good job. You now have enough wood. Villagers بيشيلوا 10 wood بس. 10 wood بيشيلوا 10 gold وبيشيلوا 10 berries بيشيلوا 10 كل حاجة. بس مع الغزال بالذات بيشيلوا 35 وبيلموا أسرع. المفروض نلم 50 gold دلوقتي. طبعا احنا اخترنا. You found some gold. اخترنا الشجرة دي بالذات عشان هي أقرب شجرة، كل ما نبقى أسرع كل ما نبقى أحسن، لأن في الدور العادي بيكون في كذا لعيب وأسرع واحد يبقى، وكلنا بنلعب في نفس الوقت، فأسرع واحد يبقى أحسن واحد. الذهب فيه 800 بس، الذهب بقى بيبقى نادر قوي بقى يعني، ميبقاش كتير زي في السيناريو الحلو بتاعنا ده يعني. كل لعيب يبقى ليه مثلا 8 مربعات. Excellent. You now have enough gold. الود اهم ريسورس علشان بيه بنبني الحاجات بقى كلها، وبنعمل كمان مزارع بنلمي بيها فود وكده يعني، وهو عادة بيبقى كتير كده زي ما في الفيديو ده، زي في السيناريو ده، هو مفيش صحرا كده عادة ولا شجر متناثر كده في كل حتة. ايه الشجرة؟ طب ايه يعني دي الشجرة دي هنا؟ ما علينا، ودي نهاية الفيديو ده، ولا بلاش يلا ندخل على بعضه. السيناريو اللي بعده. English sacked the town of Berwick upon Tweed. Would that I could call it a battle, but it was truly more of a massacre. Unless we organize our army, there will be more massacres to follow. I pray we can be ready for Longshanks coming. ماشي، ده نهاية السيناريو ده. السيناريو الجاي يبقى training the troops. احنا قلنا الريسورسز اللي احنا جمعناها دي الفود والود والجولد بنبني بيهم وبنعمل جنود بيهم وبنعمل ابجريدز بيهم، فاحنا المرة الجاية بقى هنشوف ازاي نصرف مخزون الريسورسز بتاعتنا في ان احنا نعمل جنود training the troops، واللي بعديها ازاي نعمل ابجريدز ازاي نطور الجنود، وتقريبا دي هتبقى ازاي بقى نستخدم الجنود في بعض القتالات، يعني هيبقى مزيج من الاربعة اللي فاتوا دول.
هنشوف. احنا دلوقتي خلصنا اول اتنين من النهاردة، الفيديوهات ان شاء الله هتيجي باستمرار، مش هيبقى فيه تقطيع زي ال... مش هيبقى فيه مدة الاربع اشهر دي تاني ان شاء الله. اتمنى ان انتوا استمتعتوا في الفيديو ده واستفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.